زدي هكر بعد تعب 4 سنين ونص بتسكر قناته بعدد مشتركين 360,000 مشترك. ليش هيك صار معه لزدي هكر؟ وليش تسكرت قناته؟ وليش رفعت قضية شركة إيبك جيمز وسترايك على زدي هكر؟ وزدي هكر ليش هيك عم يحكي بقناته الثانية انه هو اخذ قضية من إيبك جيمز ورح تتقفل قناته؟ كل هذا اللي هنحكي عليه. وبالنسبة لزدي هكر ليش اخذ سترايك من شركة إيبك جيمز مع انه هو محتوى فورتنايت؟ فهلا والله بسكان الطابق الارضية وفيديو جديد. مبدئيا اذا انت اول مره عندك شايف فيديو على القناه لايك سبسكرايب القصص حلوه كود دعم بالاتم شوب نيمون سلا وعجبك المحتوى وتعليقك مهمني جدا بهذا الموضوع. كل التعليقات عم شوفها. زدي هكر هو واحد من اليوتيوبر السعوديين يلي بيحكي عن فورتنايت ومحتوى كلياته عن فورتنايت، بيحكي احداث تسريبات، بيحكي كل شيء بيصير في فورتنايت مثل تقريبا. بس هذا الشخص صار له 4 سنين ونص عم ينزل عن هذا الموضوع ووضعه تمام ما في اي شيء والحمد لله، يعني الله وفقه وصل ل 360,000 مشترك بعد هذا التعب، رب العالمين كافئه بمجهوده. ولكن شو اللي صار معه وليش شركة ايبك جيمز رفعت عليه سترايك على القناة؟ اكتر من 6 سترايك واكتر من قضية صارت عليه بالنسبة للقناة. يا شباب، زدي هكر ببداية كل مقطع له على اليوتيوب انا مثل ما لاحظت ومثل ما شفت انه بيعمل عن متجر، بيحكي عن متجر انه انت روح اشتري من هذا المتجر باستخدام سوا وبطايق ومدري شو، بتاخد رقصة شغلات نادرة، بتاخد حسابات نادرة. هو بكل بداية مقطع هيك بيحكي، وهذا السبب الرئيسي اللي خلى قناته تاخد سترايك. انا واحد من الناس اللي كل الناس بتسألني على البث المباشر، بتسألني بالتعليقات يا نيمو ليش ما بتعمل حسابات عشوائية، ليش ما بتوزع حسابات عشوائية، ليش ما بتعطينا اكواد رقصات. هاي الشغلات يا شباب انا بقلكن عليها دائما ممنوعة وما بتصير تشاركها بالقناة تبعك او باي مكان كان، هذا الشيء ممنوع. طيب شو دخل هذا الموضوع بهذا الموضوع؟ انا مرة نزلت عندي بالقناة عن فيديو بيحكي كيف تجيب رقصة البنجاري بوجاي، هاي المهم تبع الهند، كيف تجيب رقصة الهندية هاي. بالنسبة لهي الرقصة الهندية انت لازم تشتري موبايل ون بلس لحتى تقدر تاخد هاي الرقصة. نضرب مثال انه الموبايل حقه 1000 دولار، انت بتشتري موبايل بتمن 1000 دولار مشان تاخد الكود تبع الموبايل، تاخد الاي بي تبعه وتاخد ارقام السرية تبع هذا الموبايل لتقدر تحصل هاي الرقصة. الفيديو موجود بالدسكريبشن لو انت حابب تشوف كيف بتاخد هاي الرقصة بشكل عام. فهذا الشخص شو عم يعمل؟ عم ينشر لك مقطع عم يقول فيه انه انا لح اعطيك هاي الرقصة مقابل 20 دولار مثلا، تروح بتشتري كود لهي الرقصة وبتحصلها عندك بالحساب. هذا الشيء غلط كبير انك انت هيك تعمل، لانه ما بيصير انك انت تنشر رقصة مثلا تبيعها ب 20 دولار وهي لازم انت تجيبها بموبايل حقه 1000 دولار. هذا الشيء غلط جدا، لانه شركة ايبك جيمز وون بلس مع بعض بيكونوا متفقين انه كل كود بيجي على الموبايل بيكون الى نسبة فورتنايت، طبعا ما حتسمم الرقصة وتعطيك اياها ببلاش، بيكون الى نسبة، بيكون في بزنس بيناتهم. انت بتجي واحد من الناس انك انت تنشر عن متجر لانه الشخص نزل مقطع عنده، زدي هكر نزل مقطع عنده بقناته الثانية، وبالفكرة القناة الثانية تبعه موجودة تحت بالوصف، موجودة بتعليق مثبت. يلي بيعرف هذا الشخص وحابب يدعمه يا ريت يفوت يدعمه لانه فعلا بيستاهل جدا وحرام اللي صار معه. بس هذا الغلط صار معه وقدر الله ما شاء فعل، هذا الغلط اللي صار معه. وزدي هكر نزل عنده مقطع بالقناة عم يحكي انه انا اخذت سترايك وحط الايميل اللي اجاه من شركة يوتيوب اللي هو اللي حيخليه انه خلص فعلا اللي حتقفل قناته، يعني اللي حتقفل. فبس انا حكيت شو غلطه لهذا الشخص. بتمنى اي شخص شاف هذا الفيديو، اي يوتيوبر كان، ما يفوت بهيك موضوع، ما يفوت بهيك موضوع. انا فعلا عندي 15,000 مشترك، مو العدد الكبير، بس انا يعني ماشي نعرف من المواضيع وبنفهم بهالمواضيع، وكمان شفت فيديو تبع دراد كمان بيحكي عن هذا الموضوع. فهي الفكرة انه نوقف بس بجنب بعض، ومثل ما دراد حكى عن الموضوع وساعده وسانده، انا كمان اخذت هاي المعلومات بعد منه من عند دراد وحبيت ساعد زيدي هكر مثل ما مساعده دراد. حتى لو مشترك واحد انا حبيت ساعده تدعموه لزيدي هكر. فبتمنى هذا الغلط ما يوقع فيه اي يوتيوبر تاني او صانع محتوى، وانه هو يروح يبيع اكواد تبع شغلات نادرة ويبيع حسابات عشوائية ويبيع هيك اشياء عشوائية ويوسع هاي القصص، او مثل ما بيقولوا انه ينشر هالقصص. هاي هذا الشيء غلط جدا يا شباب. فانا حبيت احكي هذا الموضوع وساند زدي هكر حتى لو بمشترك واحد، يا ريت تدعموه جدا يا شباب، لانه هذا زدي هكر من افضل الناس اللي بتنزل عن فورتنايت وعن محتوى فورتنايت. وان شاء الله هيك يا رب ترجع للاعداد الكبيره وكل الناس اللي عندها قنوات تحاول تدعم زدي هكر وترجع له عدد مشتركينه مثل ما كان، او بس مجرد ما ينشروا الخبر لحتى الناس اللي كانت تتابعه تعرف هذا الموضوع. زدي هكر صفي له شيء 4-5 ايام بتتقفل قناته بشكل رسمي على النهائيات، يعني خلص رح تقفل على النهائي. فبتمنى الناس تدعمه جدا. شكرا لكم يا شباب، قناته بالوصف موجوده وبالتعليق المثبت. شكرا لكم يا شباب وبرعايه الله.
السلام عليكم شباب، كيف حالكم؟ عساكم طيبين. ادري الصوت مضروب لكن توني صاحي، على طول قلت اسجل لكم مقطع. المهم من ايبك جيمز بنفسها رفعت قضايا او بلاغات على مقاطعي وانحذفت، وتقريبا انحذف 15 مقطع اتوقع، واكلت 3 سترايكات. ومع 3 سترايكات اللي اكلتها وصلني بلاغ من اليوتيوب انه بعد 7 ايام بالتمام قناتك بتنحذف بشكل كامل من اليوتيوب. يعني مثلا لو عدت 7 ايام وطلع والله مثلا البلاغات هذه اللي من ايبك جيمز بالغلط، القناه ما بترجع نهائيا، لانهم يحذفون القناه من النظام بشكل كامل وما في اي امل انها ترجع. للأمانة أنا جدا ملخبط وما أدري وش أسوي بالضبط. توني صاحي قبل شوي وأتفاجأ أن القناة خلاص بتنحذف، وقبلها وصلني سترايك من إيبك جيمز، تواصلت معهم ما في أي رد منهم. واليوم أول ما أصحى ألقى أنهم مسويين السترايكين والقناة خلاص بتنحذف. والصورة هذه اللي أنا أعرضها الحين ما أدري بصراحة، لكن اللي أتوقع أنه ممنوع أني أعرضها لكم، لكن خلاص هي خربانة خربانة والقناة طايرة. المهم إني سويت قناة جديدة وأبيكم كلكم تجون لها، بحكم أن القناة هذه بتطير خلاص، وبحكم ما عندي أي قناة ثانية غيرها. وإن شاء الله في هالسبع أيام بحاول بكل الطرق أني أرجع القناة، وبتكلم عن كل شيء صار في القناة الجديدة، وبنزل مقطع بكل شيء صار بيني وبين ايبك جيمز، وش سبب القضايا والبلاغات اللي وصلتني، وليه يبون يحذفون قناتي بالضبط. فتعال القناة الجديدة، وزي ما يقولون محتزم فيكم، وبصراحة ما ادري ايش اقول، خلاص الكلمات انتهت. محطم حرفيا من كل الجهات، يعني في يوم وليلة كل شيء طار كذا فجأة. المهم بحط لكم رابط قناة الجديدة تحت في الوصف، وبحط لكم انستغرام حقي تحت في الوصف، لاني هناك احاول اطلع حلول مع المتابعين. وبس يعطيكم الف عافية على كل شيء، ومع السلامة.